أن نشرك معنا في الحديث الأستاذ سعد العدواني المحلل السياسي الكويتي. أهلا وسهلا بك أستاذ سعد. نتحدث اليوم ونشارككم ونشاطركم العزاء في وفاة سمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح. يعني حقيقة شخصية اتسمت بالكثير من السمات بالتواضع والكل يذكره بالخير. يعني هنا يسأل السائل: رجل أفنى حياته في خدمة شعبه، ما وقع هذا المصاب على المواطن الكويتي حاليا؟ أولا نشكركم على تعازيكم وعظم الله أجرنا وأجركم وأجر الشعوب العربية، فمصابنا مصابكم ونعلم ما تشعرون به من حزن. والشعب الكويتي هو جزء من الشعوب العربية التي حزنت على فقد أميرها الذي عاشت معه 3 عقود كأميرا. الوشاح الأسود يكسو سماء الكويت مع دقات الساعة الواحدة ظهرا كانت الكويت على موعد مع خبر مؤلم، خبر نشر حزن في كل بيت، وتسربلت معه البلاد بثياب الحداد وأكثر شوارعها وطرقاتها وبيوتها الحزن العميق. وشعور الكويتيين كبار وصغار، شعور أي مواطن أو مقيم يشعر في فقد أمير عاش معه في 6 عقود عاشت معه في إنسانيته. سمي أمير الزهد والعدالة، سمي أمير العفو والتواضع لما يملك من قوامة إنسانية وقوامة عاطفية. سجلت له بأحكام العفو والمصالحة الوطنية. رحل أمير الزاهد عن مشهد الحياة وترك مآثره في ذاكرة شعبه. أما الصعب رثاء حاكم أحب شعبه وأحبه وسلطن مقلتيه. لقد أحب الرائي رعيته فأحبته، وأمنه فأمنته، وحفظها فحفظته، ودعاها فلبته، وتركت كما تشاء فحبته وفقته فقدته أمير الزهد والعدالة والدعاء. أستاذ سعد، إذا ما تحدثنا يعني عن ما بعد وفاة سمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح وتسليم السلطة للشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح، عن سلاسة الانتقال في السلطة والآلية التي يتم فيها تسليم السلطة. الحمد لله نحن نعيش في الكويت انتقال السلطة سلميا، ليس على ظهر دبابة وليس على خلاف سياسي عميق، بل نعتمد على دولة المؤسسات. قانون توارث الإمارة حدد في حكم على الصباح كيفية انتقال الحكم. يطلع أي ذكر الشيخ سام الصباح رحمه الله عليه في سنة 1999 بأن وصية مبارك كبير بأن انتقال السلطة تحدده وصيته، وحددها بأكبركم وأعقلكم والحكم شورى بينكم ولن يتهاوم الحكم وفق الشروط هذه. وفق المادة 4 من الدستور الكويتي من قانون توارث الإمارة يعلن فورا إذاعة خبر الوفاة ولي عهد الكويت الحالي الآن سمو الشيخ مشعل هو أمير الكويت، وبعدها تنتقل السلطة اختيارا ولي العهد بعد اتفاق البيت الأسرة الحاكمة. ونحن نثق ثقة كبيرة باختيار من يراه مناسبا ولا يدخل البيت السياسي الكويتي فهذا الشأن داخل الأسرة. حدد الدستور فقط يعتمد على مصداقية واختياره على سمو الأمير داخل الأسرة، وبعدها ينتقل قسم الأمير لأخذ دستوريته وشرعيته في اتخاذ قرار يستن اختيار العهد، وبعدها يتم مباركته يقسم أمام ويعرض اسمه أمام مجلس الأمة يتم الموافقة عليه. والحمد لله من بدء تاريخ الأمراء الكويت لا يوجد هناك أي خلاف، مع اختلاف التغيير السياسي والأدريجي والخلافات التي تدور حول دول المنطقة، كل يرى ماذا حصل في بعض دول المنطقة من خلافات، ولكن الحمد لله نحن دولة مؤسسات ستمر الكويت بهذه الانتقال السلطة، وسنرحب بأميرنا سمو الأمير مشعل أحمد، وسنرحب باختيار العهد، وستستمر المسيرة الديمقراطية نجاحا إلى نجاح. سعد العدواني المحلل السياسي الكويتي، شكرا جزيلا لك وأدام الله عليكم حالة الاستقرار التي تعيشونها في بلادكم.